السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا داخل على موقع خاص بالديكور لقيت سطر كده لفت انتباهي، أداة ذكاء صناعي اسمها بيبي لاب AI. فلما دخلت عليها لقيته بيقول أنت منتصر مولود، أنت ممكن تعرف شكله وصورته وحاجات زي كده عن طريق إيه؟ إن أنت بترفع صورة الأب وصورة الأم وهو يبدأ إن هو يجيب لك صورة المولود. طبعا الكلام ده يعني مش دقيق ومش صحيح لأسباب كتيرة. أنا مثلا عندي 2 توأم، الاتنين شكلهم مش متطابق، فبرضو يعني هو بيدمج الحاجات مع بعض، لكن الموضوع مش بالبساطة دي. يعني في علم الوراثة إن ممكن الطفل ياخد صفات من أبوه من جد جد جده عادي تحصل. كان في 2، ممكن الاثنين يكونوا بيض والابن يطلع اسود نتيجة ان جد فيهم اسود عادي بسيطة. في واحد راح الرسول صلى الله عليه وسلم، في واحد راح الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له ان انا تزوجت لكن المولود مختلف تماما، او يعني مش شبهي ولا شبه امه وكده. فقال له الك اغنام؟ قال له اه. قال له بس ساعات الغنم اللي بتتولد بيبقى مختلف عن ابوه وامه شويه، ممكن يبقى عنده خطوط ما كانتش موجوده فيهم. قال له اه. قال له كذلك، يعني ساعات هو الابن بينزع لاجداده. فطيب فكره الموقع دوت ان انت بترفع صورتين وبعد كده هو بيبعت لك 10 صور، 5 صور لطفل و5 صور لطفله. تمام، يعني فكره ظريفه كده حبيت اقول لكم عليها، معرفش هل فعلا هتبقى كويسه ولا لا، لكن الفكره كلها ان هو مش موقع بيدعي عشوائي، هو بيعتمد على دراسة الصورتين دول من خلال ان هو درس ملايين الصور قبل كده. فياريت لو حد جربها يقول لنا، يعني هو عمل تجارب على آلاف الصور، خد صور حقيقية، درب الذكاء الاصطناعي على صور لآباء وبعد كده دربه على أبناء، بحيث ان هو لما يديله صور جديدة يتدرب عليه. هو برضه هيستفاد منك ان هو يتدرب على الفكرة. ايه رأيك في الفكرة دي اصلا؟ ولو جربتوها ياريت تقول لنا في الكومنتات.